السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الثانية، الدراسة الصباحية والدراسة المسائية. أقدم لكم الآن المحاضرة الثالثة بمادة اللغة الإنجليزية، ولكن قبل البدء بالمحاضرة أود أن أذكركم بضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج، وذلك لدرء خطر كورونا وحماية أنفسكم وحماية الآخرين. فقد تحملوا هذين الأسبوعين لأنها فترة حرجة من تطور وانتشار مرض كورونا. الرجاء طلابي الأعزاء، الرجاء 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 عدم الخروج إلى خارج المنزل. لنبدأ الآن محاضرتنا. المحاضرة اليوم هي عنوانها title of the lecture prices and shopping. Prices and shopping. The meaning of prices is الأسعار and shopping التسوق. طلاب هاي الكلمات مهمة، لازم تحفظون لفظها وتحفظون الإملاء مالتها. We have two systems for prices and shopping in English. We have the British English and the American English. The British English and the American English. On the left، على جهة اليسار، we have the British English. العملة الرئيسية in British English هي pound. Pound. طلاب شوفوا لفظها أو اسمعوا لفظها، الكلمة أمامكم. Pound. Pound. هذا النظام الإنجليزي للعملة. العملة الرئيسية pound. تلفظ pound. أنطيكم آني السعر رقما، أريد من عندكم السعر كتابة. For example, number one. Number one. لاحظ الرمز مات العملة، لازم أيضا تحفظه. لاحظ number one، الرمز زائد يمه واحد. A pound. A pound. تلفظ a pound. أو ممكن نقول one pound. One pound. Number two. عندنا عملة أخرى هي بي. لاحظ حرف البي، هذه عملة جزء من الباوند. عملة جزء من الباوند، فما نكتبها هنا كتابة كلمة كاملة، وإنما نكتب فقط حرف ب. لاحظ example number two، 50 تكتب 50 زائد حرف الب وتلفظ p. 50p. number three. one pound 99. 1 pound 99. Number four, 16 pound 40. 16 pounds 40. لاحظ هنا 16 جمع، اسم جمع يعني أكثر من واحد، فما خليت كلمة pound واحد، هو إنما قلت 16 pounds، خليت ويا pound أس جمع، فصار 16 pounds 40. 16 pounds 40. هذا النظام البريطاني بالعملة الرئيسية pound، وبالجزء هو p، يكتب حرف ال p ويلفظ p. المطلوب من عندك تعلم اللفظ والكتابة لهذه العملات. أنا أنطيك العملة رقما أو السعر رقما، أنت تكتب لي كتابة. Now to the right، حول على جهة اليمين. American English. American English. العملة الرئيسية بالAmerican English دولار. دولار. والأجزاء مات العملة هي cents. Cents. سنتات، إذا سامعين بها طلاب. ناخذ number one، مثال number one. A dollar. أو نقدر نقول نلفظها one dollar. One dollar. Number two، مثال number two. لاحظ هنا أنا عندي 50 cents. 50 cents. العملة الأصغر من الدولار أو العملة اللي هي تصريف للدولار هي cents. Cents. 50 cents. Number three، مثال number three. 25 cents. هذه ممكن نقرأها 25 cents، لكن إلها تسمية أخرى وهي a quarter. A quarter، ربع. A quarter. فالمتداول أنه 25 cents، شي يسموها a quarter. شي لفظوها a quarter. 10 cents. 10 cents. أيضا هذه إلها اسم متداول
في النظام الأمريكي وهي أدايم. أدايم تلفظ أدايم، ممكن يقولون 10 سنتس وممكن يقولون أدايم. مطلوب من عندكم أعزائي الطلبة أن تحفظون العملات والأسعار كتابة، لأن راح تجيك بالامتحان إن شاء الله أعطيك العملة أو السعر رقما أنت تنطيني إياها كتابة، وأحدد لك النظام الإنجليزي أو النظام الإنجليزي البريطاني أو الإنجليزي الأمريكي. منطيتك هنا أمثلة طلاب في الأسفل أسفل الصفحة على جهة اليسار، أدي 4 أمثلة حسب النظام البريطاني، مطلوب من عندك تكتبها كتابة وحاول تلفظها وتتهجاها وتتعلم لفظها. على جهة اليمين أيضا أنا منطيتك 4 أمثلة لازم تكتبها كتابة. طلاب، هذه المحاضرة راح تنزل على جوجل كلاس روم وأيضا على اليوتيوب. مطلوب من عندكم الحلول اللي مطيتكم إياها، هذا التمرين في الأسفل جهة اليمين وجهة اليسار، أريد تكتبولي هذه الأسعار كتابة، مرة بالنظام البريطاني الإنجليزي البريطاني والثاني بالأمريكان إنجليش الإنجليزي الأمريكي كتابة، وتخلولي إجاباتكم ترسلولي إياها على شكل صورة على الجوجل كلاس روم. أيضا المحاضرة راح تنزل على اليوتيوب تحت قسم الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي. وإذا عندكم أي استفسار أو سؤال ممكن تخلوا لي في استفسارات وإضافات وأسئلة جوجل كلاس روم. تحياتي لكم وتمنياتي لكم بالصحة والعافية الدائمة ولأهاليكم. Thank you so much. Goodbye. See you later.